احنا الحمد لله اولا بنرحب بقناه النادي الاهلي في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. احنا انتهينا الحمد لله من تجهيز المكان اللي هو معد لتصويت الساده الاعضاء على اللائحه، الخيمه بالاجهزه التكييفات مراوح بالاماكن اللي اعضاء هتسجل فيها اسمائها في الحضور، وكذلك الاماكن اللي معده للتصويت. برضو جهزنا مكان داخل الفرع في البوابة على طريق النصر ان يسمح فيه بدخول بعض العربيات اساس تخفيف الضغط المتوقع ان شاء الله على بالنسبه للركنه الاعضاء سواء على الشارع حسن مامون او شارع الطاقه. وطبعا احنا النادي الاهلي فيه بوابتين رئيسيتين، في البوابه اللي على شارع حسن مامون وفي البوابه اللي على شارع الطاقه. الاعضاء اللي تحب تيجي من الناحيه دي هتيجي، الناحيه الثانيه ما فيش مشكله، هتخش على اللجنه في مكان معد للدخول وفي منفذين للخروج. اللجان محطوطه مرصوصه 70 لجنه بحيث ان كل لجنتين واحد واثنين هيكونوا على ترابيزه، العضو هيخش بكارنيه يوقع في الكشفات ويستلم بطاقه العضو التصويت ويخش على مكان الصناديق يصوت ويمشي على طول. بالتالي الموضوع مش هيستغرق اكثر من 10 دقائق لكل عضو من الاعضاء. ينقصنا بس حضور الساده الاعضاء، يشرفونا يوم الجمعة 25 في فرع النادي بمدينة نصر، ويبقى اللي ما يقدرش ظروفه تحيل ان هو يجي يوم الجمعة ممكن يتفضل فيها، تبقى اوتوبيسات معدة تنقل الاعضاء من النادي هنا من مدينة نصر للجزيرة يوم السبت 26 للي ما سمحتلوش ظروفه ان هو يوقع يوم 25. احنا طبعا بنحس كل السادة الاعضاء على حضور الاجتماع الخاص بالتصويت على اللائحة، لان دي الواجب ان احنا كلنا نبقى نقر اللائحة اللي احنا عاملينها نفسنا، غير ان كل لائحه معموله لنا استرشاديه بشايفين ان يعني الاعضاء كلهم عندهم الرغبه ان هم والاصرار ان هم يجي يحضروا في الجمعيه الاجتماع الخاص عشان يصوتوا على اللائحه، وان شاء الله يبقى في فرع مدينه نصر اعداد كبيره حاضره باذن الله تعالى. والله احنا جهزنا داخل الخيمه المكان المعد للتصويت، تكييفات تبقى موجوده جوه بالاضافه لعدد كبير من المراوح عشان خاطر يخفف من درجه حراره الجو داخل الخيمه. وطبعا يبقى في ميه مشروبات للي عايز يشرب، وفي المنافذ اللي موجوده في النادي كلها ككافتريات، اللي عايز عنده رغبه من اي حاجه هتبقى موجوده ان شاء الله متوفره.